سنة 1981 كانت الشرارة الأولى عندما افتتح الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أسماه آنذاك معرض الكتاب الإسلامي. منذ ذلك الحين والكتاب يرحل رحلات مهمة تتعزز حركة القراءة. إذن علمني زايد أن أحب الكتاب، علمني أن تكون علاقتي بهذا الكتاب علاقة ممنهجة قائمة على أو قائمة بكونه حاضنة أساسية ومهمة للأداب والمعارف والعلوم. علمني الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان محبة معارض الكتب وقيمة الكتاب ومنزلة القراءة في حياتنا.